لكم التحية من جديد مشاهدينا الأفاضل، والتحية خاصة لكل الذين انضموا لمتابعتنا من خلال هذه الحلقة من بالبنط العريض. قبل أن ندخل في تفاصيل الحلقة أرحب باسمكم جميعا ضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ يوسف سراج الدين. أستاذ يوسف نهارك سعيد. أهلا بك أستاذ وائل، التحية لك ولمشاهدي ومتابعي فضائية الهلال. الله يديك العافية. قبل أن نبدأ في سرد ومطالعة الأحداث والأخبار، تعليق على ما كتبه الأستاذ عمر عشاري حول محاولة الزج بالأطفال وصغار السن في الصراعات السياسية أو غيرها من الأشكال التي يعني يجب عليهم أن يكونوا بعيدين منها بطبيعة الحال. قطعا هي بكل المقاييس جريمة في حق الأطفال، ومعروف أنه يعني كثير من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان حقوق الطفل بصفة خاصة جرمت مثل هذا السلوك واستخدام أو يعني الاستغلال الأطفال في كثير من القضايا من ناس سياسية أو أيا كان، لأن المسألة دي يترتب عليها يعني انتهاك لحقوق الطفل في أنك أنت تكون زجيت به في عالم وفي قضية هو لا صلة له بها. كما تفضلت وأشرت حسب العمود المكتوب للأستاذ عمر أنه المسألة فيها مفارقة يعني عمرية له، فبالتالي دي مضرة في تكوينه العقلي بكل تأكيد. وأيضا المسألة دي لها مخاطر تانية، يعني في أنه هذا طفل في ظروف شفنا أنه قوانين حماية الطفل تمنع تجنيد الأطفال عبر يمكن كثير من الجيوش في الآونة الأخيرة كانت لجأت لاستخدام الأطفال في الحروبات، وده الآن يعني العالم عموما اتجاه جدي في هذه المسألة وأوقع عقوبات على عدد من الجهات والدول اللي ثبت إنها تستخدم الأطفال في مسائل التجنيد والحروب وما إلى ذلك. أيضا استخدام الأطفال في مثل هذه الأمور والمحافل السياسية بهذا الشكل قطعا هو أمر ينطوي على يعني مخاطرة كبيرة جدا بحول الأطفال. ايضا فيه استخفاف بالعمليه السياسيه ذات المرجوه، باعتبار انه اس العمليه السياسيه هو عمليه تربويه في المقام الاول ورساله اكثر من كونها يعني عمليه بتاعت حشد ونوع من الكرنفالات لاظهار القوه بما يعرض حياه الاخرين وحياه الاطفال ايضا للخطر. نحن شهدنا المساله دي للاسف وللاسف العميق جدا انها غير منكوره وما من زول يعني نزل الشارع. خلينا نكون واضحين، في من خلال مواكب الأمس ما شاف هذه الظاهرة، وقبلها شفنا وسمعنا حتى يعني وسائط إعلامية التقت الأطفال ديل واجرت معهم محادثات كشفت عن أنهم هم بعيدين كل البعد عن ما تم، ولا عارفين الحاصل شنو ولا جايين لشنو ولا المطالبات شنو ولا الصراع بين منو منو، كل حاجة هي بالنسبة لهم الغاز بكل تأكيد. وأنا أعتقد أنه يعني دي مسؤولية الجهات اللي بتتبع عليها، إذا كان مثلا شوفنا أطفال الخلاو بيتم دوما وابدا يعني، ودي ذاكره يمكن انا اقول هنا استخدام الذواكر للاسف يعني ايضا استاذ وائل، النوع الشريحه دي تم استخدامها من قبل النظام البائد وشفناها يعني في عده مواقف انه يتم تحشيد الناس من الخلاوي وما الى ذلك، ودي مساله خطيره جدا يجب انه يكون في قوانين تمنع وتكون رادعه جدا في انه المسؤولين والمشرفين على هذه الخلاوي انه ما يسمحوا لاي جهه من الجهات ايا كانت. لكن الجهات دي بتدفع، وللاسف انه دي واحده برضه من المنزلقات الكبيره اللي احنا ماشيين فيها، فيبقى احنا هنا ما في عمل سياسي انما سوق، يعني سوق رخيص جدا للاسف. يعني انا افتكر انه ايا كان حتى اللعبه السياسيه يجب ان تكون لعبه شريفه شويه، يعني حتى المنافسه يجب انها ترقى. إذا كنت كنت منظومة سياسية وتنادي بعمل كبير، أنت تطرح برامج لأجل الشعب ولأجل الصغار ولأجل المستضعفين، فبالتالي يجب أن تكون الأكثر حرصا على حمايتهم، يعني مش استخدامهم في هذه المشاهد. أنا يجب أو أنادي أو أتمنى أنه يعني ونحن مقبلين ونستشرف تحول ديمقراطي أنه حتى اللعبة عندنا السياسية والتنافس أنه يكون شريف جدا وأنه يجنب الأطفال هذا يعني المعترك العجيب. نعم، انا حقيقه بنتمنى، ودي رساله للجميع في كل الساحات السياسيه في السودان والمصطرعين حاليا، ابعدوا لنا من اطفالنا، ابعدوا لنا من اطفال المدارس، ابعدوا لنا من اطفال الخلاوي، ابعدوا لنا من اطفالنا من الزج بهم في صراعاتكم السياسيه، خليهم ينشأوا تنشئه حب البلد وحب الوطن بدون اي انتماء لأي جهة أو لأي مكون. بعد ما الواحد يكبر ويكون عنده
القدرة على التمييز والقدرة الثقافية والقدرة المعرفية والفكرية اللي قادر فيها انه يختار الطريق اللي هو عاوزه لنفسه، وبعديها انت من حقك انك تستقطبه، من حقك انك انت يعني توجهه التوجيه اللي انت عاوزه. لكن حاليا اي طفل اقل من 16 سنة او حتى 18 سنة، ابعدوا لنا من اطفالنا يا اخواننا، ابعدوهم لنا من صراعاتكم اللي انتم قاعدين تصارعوها، وخلوا الصراع زي ما قال أستاذ يوسف يكون على الأقل صراع شريف قادر أنه يمضي بقواعدكم أو بحجمكم الحقيقي في الشارع السوداني. نبدأ بأول خبر بوكالة السودان للأنباء، مظاهرات واسعة معارضة للحكومة بالخرطوم. تحت هذا العنوان نقرأ: شاركت جموع من المواطنين في المظاهرة التي دعت لها قوى سياسية أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير باسم قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني، وهي مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير التي تشكل الحاضن السياسي لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وشارك في الحشد الجماهيري أمام القصر الجمهوري أمس أنصار الأحزاب وحركات الكفاح المسلحة التي أعلنت في وقت سابق عزمها التوقيع على ميثاق وطني والعودة لمنصة التأسيس، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل. رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تدعو لاستكمال مؤسسات الحكم وعودة نقابات العمال وإصلاح شامل يشمل كل مؤسسات الدولة. إلى ذلك تم التوقيع على الميثاق الوطني للقوى السياسية أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير بقاعة الصداقة. طيب أستاذ يوسف، الشارع الآن حقيقة مجموعة كبيرة جدا من علامات الاستفهام والتساؤلات حول الحراك الذي يتم الآن من بعض أطراف السلام الموقعة على اتفاقية جوبا ومن بعض القوى السياسية الأخرى، ولما المحاولة الآن للعودة إلى قوى الحرية والتغيير رغم أنه في فترة من الفترات كان الجميع بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وبعد التوقيع على الوثيقة الدستورية ظن الجميع بما أنه هذه الحركات المسلحة بما أنها موقعة على إعلان الحرية والتغيير أنها حتنضم مباشرة للحكومة، أنها حتى لو في أي اتفاقيات أو لو في أي حوار يتم داخل الخرطوم، لأنه الجسم واحد والماعون واحد، لكن تم التفريق ما بين المكونات التي تحمل السلاح وما بين المكونات السياسية، المكونات أو الحركات المسلحة جعلت من نفسها جسم مغاير تماما، سمت نفسها أو 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 جعلت من مسماها الجبهة الثورية هو الغطاء أو البوابة اللي من خلاله للقوى الحرية والتغيير يمكنها الدخول إليها. شنو السبب الآن لهذه العودة ولرفع شعارات قوى الحرية والتغيير والعودة لمنصة التأسيس التي لم تعترف بها الحركات المسلحة قبلها؟ نعم، أنا أعتقد أنه هو دي الأزمة تبدأ من هنا حقيقة، يعني الأزمة فيها الصراع اللي شهدته قوى إعلان أو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، واللي هو ده كما هو معلوم انه يمكن يمثل اعرض واوسع تحالف في تاريخ السودان بكل يعني تباينات القوى المكونه له، ولاول مره يمكن ايضا يعني في تواجد في حلف سياسي عريض بمكونات مجتمعيه ايضا، يعني منظومات مجتمع مدني وخلافه، يعني فطبيعي جدا انه يكون في تباينات في هذا المكون. لكن يمكن كان برنامج الحد الأدنى هو كان إسقاط النظام البائد أو النظام السابق، ويمكن في دي كانت التحالف متماسك لحد كبير وأفلح في أنه يحدث التغيير من خلال وحدة المكونات الثورية بشكل عام. لكن في أعقاب عملية التفاوض يمكن ظهرت حالة الانقسامات داخل المكونات، وهي واحدة من انت عارف كما تعلم وائل انه هو ده قديم في بنية المنظومات السياسية السودانية، يعني انقسامات مسألة يعني ظلت تضعف هذه المكونات والقوى السياسية من فترات قديمة وسابقة. يعني أضف لكده أنه أيضا فترة النظام البائد كان يعني عمل فيها على تقسيم وجنح هذه التنظيمات بشكل كبير، صحيح. استخدم فيها وسائل كثيرة جدا، فبدت مسألة الانقسامات هي عملية أشبه ما تكون مستمرة. حتى الحركات المسلحة، حركات الكفاح المسلح تشظت من حركه واحده، مثلا في كانت خرج صوتها في دارفور 2003 الى عشرات الحركات المسلحه. فدي ظاهره باتت ظاهره سودانيه للاسف انها هي طبيعيه
ومعوقه يعني لكثير من المشروعات، وهي اللي دائما بتتولد عنها المشاكل. ده جرى برضه في اعلان الحريه والتغيير، شفنا بدات الانقسامات. لكن السؤال الان في المشهد الحالي، هل الخروج عن الحريه والتغيير او المطالبه بالاصلاح هي عمليه اي اصلاح؟ هل نحن بصدد اصلاح توجه الحكومه مثلا او سياسات سياساتها، ام ان المساله مساله بتاعت محاصصات؟ فاذا ظلت المساله هي مساله بتاعت محاصصات ومشاركه، تبقى المساله هنا يعني احنا لازلنا في ذات ندور في ذات الفلك. يعني انا اعتقد انه واحده برضه من المشكلات انه رئيس الوزراء لم يكن ممسك بملف السلام بشكل كامل، ويمكن طغى المكون العسكري على في انجاز عمليات السلام اللي جرت عبر مفاوضات جوبا، وده خلق حاله يمكن فيها تحالفات جديده، تقارب ما بين الحركات المسلحه والمجموعه العسكريه. أيوه. في حين انه الوضع الطبيعي والامثل انه ان تكون هذه حركات الكفاح المسلح التي هي رفعت السلاح ولا مكابر في ذلك في وجه النظام البائد لعشرات السنوات، وظلت لديها الرصيد التراكمي في النضال وما الى ذلك، لكن هي قوه مدنيه في الاصل اضطرت لحملة سلاح. صحيح. والوضع الطبيعي أن تعود إلى وضعها الطبيعي، وأن تتحول إلى حركات أو إلى تنظيمات سياسية ذات برامج واضحة يعني في الساحة، أو يتم إدماج أو دمج وفق التغاربات الفكرية والسياسية. لكن الشاهد أنه حتى الآن ما فيش ما يشير إلى أنه حركات الكفاح المسلح إنها هي تمضي باتجاه التحول لمنظومة سياسية، لأنه لا تزال تحتفظ بقواتها المسلحة. ويمكن رغم أنه هناك مطالب بعملية الدمج والإدماج، وإنها هي بترى أنه العملية دي فيها نوع من التلكؤ والبطء. نعم. حقيقة طيب سيدي لو سمحت لي، الآن يعني يمكن الحجر العصر اللي واقف يعني حاجة كؤود كده قدام التوافق بين المكونات السياسية، عملية أو ما تسمى الآن الإقصاء. يعني واحدة من الأسباب اللي أو التبريرات اللي وضعتها المجموعة الجديدة لقوى الحرية والتغيير عملية الإقصاء التي تتم من بعض مكونات قوى الحرية والتغيير الأربعة أو أربعة طويلة كما سماها القائد مني أركم الناوي. أين تم هذا الإقصاء؟ هل هو إقصاء سياسي؟ هل هو إقصاء عن الحكومة التنفيذية؟ هل هو إقصاء عن الفعل السلطوي؟ يعني حتى الآن لم يستبين الشارع السوداني عملية الإقصاء التي تمت، وهو يرى إنه الحكومة الجديدة عبارة عن محاصصات ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وأطراف السلام والمسارات الثلاثة الباقية المكملة للخمسة. نعم أخوانا، أفتكر أنك أنت أشرت لحتة هي مهمة جدا التركيز عليها في المرحلة دي، لأنه الحديث عن اختطاف دي عملية خطاب فضفاض أكثر من كونه خطاب منضبط تستطيع أنك تجري عليه عمليات التعديل والعلاج والقراءة، باعتبار كما ألقيت بتساؤل أنه كيف يعني ما هي الملفات اللي انفردت بها المجموعة الأربعة يسموها ما يسموها يعني. لانه لو جيت تشوف ملف او تشوف المحاصصات اللي جرت في تكوين الحكومه، تجد انه الان قوى الكفاح المسلح محافظه على حصتها بشكل كبير، وان لم يكن بزياده شويه باعتبار الجبر الذي تم لل 25% كانت ادت 6.5 وزارة، وباعتبار أنه أصلا الوزارة ستكون 7 وزارات، لأنه يعني حتى الآن في وزارة لم يتم تعيين وزير لمسار الشرق، يعني وزارة التربية والتعليم حتى الآن خالية. نعم، بسبب وهذه يعني أيضا حكام أغاليم وما إلى ذلك. يبقى إذا كان الحديث عن مشاركة في السلطة، يبقى حركات الكفاح المسلح التي تنادي يعني بعض الشق، لأنه ما هنالك حركة يمكن حركة تحرير حركة الحركة الشعبية بقيادة عقار هي موجودة في الصف الحالي، ما عندها مطلب زي ده. أيضا موجودين ناس يمكن حركة اللي فيها الهادي إدريس في مجلس السيادة لهم مواقف واضحة في هذه المسألة. لكن بالنسبة لحركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي، أنا أفتكر أنه وقعت في مغالطات كبيرة جدا للواقع،
بالذي صدحت به. شفنا قياداته انها يعني تقدمت المواكب الحاليه، قادت الانشقاق انجاز التعبير الان نسميه انشقاق، وتكوين هذا الحلف هي موجوده عليه. وفي ذات الوقت يحتفظ الرجلان بموقعهما بمواقعهما في الحكومه بشكل جيد بكل مخصصاتهم. اذا السؤال، اذا من هو الذي يعني تضرر في عمليه المصالحه واثر من ناوي جبريل انه ينتصروا له؟ ومعلوم انه المساله ما طالتهم هم يعني. نعم، وده وزير ماليه وده حاكم اكبر اقليم في السودان. بكل تاكيد يعني هم مضرين، الا لو ان قلوبهم كانت مثلا مع حزب البحث السوداني مثلا يعني، او اي من الفصائل الاخرى يتعاطفون معها مثلا. هذا اذا كانت المساله مساله بتاعت محافظه انا لا اعتقد، لانه حتى مجموعه الاربعه التي يتحدثون عنها هي تمثل مشاركه في السلطه التنفيذيه عن تحالف يضم اكثر من 40 تنظيم وحزب، وده تم التاكيد عليه بالتوقيع اللي جرى اخيرا قبل التظاهرات الاخيره دي. طيب بالمنطق السليم انه هو ما لا يعقل ان تشرك كل هذه المجموعه في سلطه تنفيذيه، ده ما بيحصل اصلا. يبقى اذا كانت ال 47 ديل رضيانين انه الاربعه ديل يكونوا في قيادتهم، اذا ما يضيرك انت؟ ده سؤالي يعني. انا افتكر اذا 47 تنظيم فيها كل هذه الاحزاب اختارت ان يعني تسلم امرها لهؤلاء الاربعه، لانه شفنا خروج من قبل ال 47 ديل، ما خرجوا واتفقوا وقعدوا في اجتماع موافقين عليه ووقعوا على اعلان سياسي جديد، عارفين انه حزب الامه موجود والمؤتمر السوداني موجود والبعث باجنحته موجود وكده يعني. يبقى المشكله وين؟ من اثار هذه القضيه؟ يبقى مسؤوليه الحديث هنا ترجع لهؤلاء او التحالف الجديد، عليه ان يحدد المشكله وين. طيب نفترض افتراض اجرائي انه في مشكله اخرى اللي هي في كما تفضلت وذكرت البرنامج بتاع الحكومه، لانه معلوم انه الدكتور عبد الله حمدوك حسب الاتفاق او يفترض ان تكون اتت به قوى اعلان الحريه والتغيير، وبالتالي صممت له برنامج لينفذه. ان كان هنالك اختلاف حول البرنامج الذي تسير على هداه حكومه الدكتور عبد الله حمدوك، فبالتالي انا افتكر انه يكون جائز لك انك تتكلم، وده مشروع في السياسه انك تناقش هذا الامر. يعني هل يعني الحلف ده بيقول انه السياسات التي ينفذها دكتور عبد الله حمدوك الان، سواء كان في التحرير الاقتصادي التي مضى فيها جبريل بكل تأييد وبكل فخر كوزير للماليه، يعني نفذ سياسات كانت ضمن الاطار العام الذي وضعه الدكتور عبد الله حمدوك؟ انا لا ادري عن ماذا يتحدثون، عن ما هي المشكله، ما هو الاصلاح المطلوب بالضبط. طيب نشوف الحديث الثاني اللي بيتكلم عن فشل الحكومه، لما تتحدث عن انه حكومه فاشله، انت على سده هذه الحكومه اخلاقيا مطالب بك اول تستقيل، ان تستقيل وتقف على جنب حتى المراقب يعني يحترم هذا الموقف ويشوف بعد ذاك اين هو فشل يعني الحكومه. يعني انت ممكن تكون تطالب باطاله الحكومه وفي نفس الوقت تكون انت موجود تصف في قياده الحكومه بالضعف، هذه مساله فيها مغالطات كبيره جدا وغير مقبوله ومساله تحتاج المراجعه يعني الاخلاقيه. طيب قبل ما ايضا حتى انا اعتقد يا اخويا انه حتى مجلس الوزراء وبقيه زملاء هؤلاء الوزيرين او الوزراء الموجودين اللي لديهم راي في اداء الحكومه يجب ان يتم مساءلتهم من قبل رئيس الوزراء. اذا انت موجود في برنامج تنفذ فيه بالمليمتر مع الجهاز التنفيذي كله، تخرج في موقف سياسي ضده فمسألة ما افتكرين ما سليمة. طيب قبل ما ننتقل للفاصل ونختم هذا الخبر، فوجئ الجميع بالحديث لأتهم هجو رئيس مسار الوسط اللي كان بيقول الليلة ما بنرجع إلا البيان يطلع. كيف حكومة أو أحزاب سياسية أو مطلبية سياسية تطالب ببيان عسكري لحل الحكومة؟ استاذ وهنا هو هذا حديث جيد جدا وبيخلي الامور لازم تتقال على بلاطة، بمعنى زي ما بيقولوا السودانيين. اصلا الحديث عن اصلاحات والحديث عن توسيع قاعده مشاركه وما الى ذلك، انا افتكر انها هي واضح بالمعطيات الحاليه انها هي محض يعني لا اقول ذرائع، انما يعني بالونات تطلق كده، لكن الاغراض الحقيقيه من وراء كل هذا المشهد كما وصفها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حين خرج في خطابه الاخير وبشكل واضح، وافتكر انه الخطاب الذي نزل بردا وسلاما على كل الذين كانوا مشفقين على
وضع الدكتور عبد الرحمن او حتى الحكومه التنفيذيه او حتى مصير هو اعلان الحريه والتغيير، كان الرجل واضح جدا انه هو لا يرى في هذا المشهد خلاف او صراع بمكون عسكري ومكون مدني كما بدا في المسرح العام في الفتره الاخيره، وحتى عند سهان البسطاء انه هنالك صراع بين مكونين عسكري. من قال انه الجيش الموجود الان ما فيه ضباط داعمين التحول الديمقراطي او مؤيدين له؟ يعني نحن نسمع فقط اصوات محدده تتحدث باسم القوات المسلحة، هذه الأصوات هي التي تشكك في هذا وتشكك في ذاك، يعني رغم إنها أيضا أعلنت موقفها إنها هي مع التحول الديمقراطي ولكن مع كده وكده واشتراطات وحل الحكومة. لكن كل ذلك أجاب عليه خطاب الدكتور عبد الله حمدوك حين قال إنه غير محايد، إنه غير محايد في هذا الأمر، ويرى إنه في معسكر داعم للتحول المدني الديمقراطي في السودان ويشمل من عسكريين ومدنيين. كان الرجل دقيقا وفي معسكر رافض للتحول الديمقراطي من عسكريين ومن مدنيين. أعتقد من هنا تأتي أزمة السياسيين أمثال توم هاجو وآخرين يعني في العملية السياسية، وممكن يكونوا هم موجودين في الساحة السياسية من زمن، وكما يقال يعني في الأدب السياسي السوداني في مجموعة أو بتحاول تلعب بوليتيكا. يعني أحيانا لما تكون أنت وجدت نفسك في الكابينة بتحاول تبحث وجود، لكن أنا أفتكر أنه ما معفية كل الأطراف الآن من هذا الاحتقان الفظيع اللي وصل له المشهد في السودان، وأنا أتصور أنه المسؤولية جماعية أستاذ، مسؤولية جماعية بكل المقاييس، يعني لا تعفي حتى عسكر على مدنيين. نعم. على قحط واحد على قحط اثنين الجميع. نعم. مسؤول عما يحدث الآن، والجميع مطالبين بأهمية أنه يخرجوا بهذه الفترة إلى بر الأمان ويجنبوا البلاد يعني كل الشرور والمنزلقات اللي شفناها في دول أخرى. وفي حاجة مهمة جدا يجب إنه لا يسقي البعض إلى الـ إلى 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 أي نداءات خارجية، لأنه كثير ما يضر بالمشهد السوداني محاولة استلاف يعني سيناريوهات وقضايا لا تشبه التربة السودانية. صحيح. ولا واقع ثورة ديسمبر. إذا تم استيعاب هذا الأمر بشكل دون أنه ندفع ثمن حتى أنه يستوعبوه الناس، أنا أفتكر أنه بيكون مخرج آمن يعني. إن شاء الله يا رب. طيب نحن لسه متواصلين معاكم، مش الدلاف هذا فاصل قصير من ثم نعود ونواصل، خليكم معنا. لكم التحية من جديد مشاهدي الأفاضل، مباشرة إلى صحيفة السوداني الدولية، وفيها نطالع عنوان رئيس الوزراء يتمسك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وسريعا من تصريحات رئيس الوزراء أعلن أنه تمسكهم باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة، ورسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية أن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معا لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار. التصريحات الأخيرة أستاذ يوسف لي دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمكن الكثير انتقد والكثير مدحها في أنها لو فعلا هذه النقاط التي أوردها الدكتور عبد الله حمدوك في خطابه تم تنفيذها على أرض الواقع ستحمل السودان على أكف الأمن والأمان والسلام والاستقرار السياسي إلى التحول الديمقراطي المنشود، لكن كيفية التنفيذ تبقى هي المعضلة والاستفهام الكبير جدا. نعم، أنا أفتكر أنه يعني من الأغدار للدكتور عبد الله حمدوك أنه وجد نفسه رئيس وزراء كان حريا به أو تم الاتيان به ليقوم بدور تنفيذي باعتبار خبرة الرجل في الملفات الاقتصادية، خبرته في قضايا التنمية البشرية وما إلى ذلك، لكن وجد نفسه الآن هو حتى مسؤول عن مقاربات في ساحة سياسية متشاكسة وغريبة جدا. نفتكر أنه ما قدموا من مبادرة إضافة للجهد الذي يقوم به على الملفات التنفيذية اللي على طاولة الحكومة، أمر كبير يعني زاد من شعبية الدكتور عبد الله حمدوك وخلى منه شخص يعول عليه في إخراج السودان من هذا المأزق. يمكن الحس الوطني بتاعه دائما حاضر في كثير من خطاباته والقضايا. أنا أفتكر أنه الخطاب الأخير كان فيه قراءة يعني متأنية ومتعمقة للمشهد، لم يقفل فيه شيء حتى قضية الشرق، ونأى بنفسه عن
أن يذهب في فتح الأمور بعبارات صريحة أو توجيه أصابع الاتهام لجهات بعينه إنها فعلت وفعلت، لكن اختار الرجل أن يقول إنه هذه الأمور هي لا تخرج عن كذا وكذا، وإنه هذا يعني واقع. رد دبلوماسية نعم، لكن قوية وفي قوية الصميم. وواضحة كالشمس يعني، أفتكر إنها ومن شأنها يعني، وأفتكر إنه أكسبته. وردة فعلها أنا شفتها بقراءتي الخاصة في اللقاء اللي جرى لتريك، مع نعم تريك. نعم، نعم الناظر تحس تريك، إنه يعني تحس إنه في تحول كبير جدا في تمام. أنا أفتكر إنه لغته مع دي السيد واحدة من الرئيس. الأشياء اللي ثمرات تقديم الدكتور عبد الله حمدوك لخطاب بهذا الشكل المتوازن، رغم إنه هنالك آخرين لديهم رأي سلبي في خطاب، أو حسب الزاوية اللي بيشوفوا بها خطابات الدكتور عبد الله حمدوك يروا فيها نوع من البرود والفتور، لكن أنا أفتكر إنه الرجل هو دائما ينتهج المنهج العلمي في كثير من القضايا، وده دائما بالضرورة هو أبعد ما يكون عن الصياح وما إلى ذلك. تجي في نهاية المطاف تجد أن ما قال به أنت مضطر إلى أن تعود إلى النقاط التي حددها حتى تنطلق، سواء كان قضية الشرق. وأنا أفتكر أنه اختزل في عبارات مغتضبة وقال أنه دي حقوق عادلة للشرق، وربط طوالي بالثلاثين سنة إنه هي تهميش قديم مش جديد، وإنه المخرج من المسألة دي وكان فيها قضية المسار، لم يقل إنه سنلغي المسار لكن قال طاولة مستديرة، خلاص طاولة مستديرة وأدخل رعاية دولية، يعني إنه دي جديدة وإضافة يعني ومحفز ومشجع كبير على إنه الشرق ممكن يطلع بمكاسب كبيرة من هذا. وحتى ناظر ترك علق على الموضوع بصورة غير مباشرة في إنه ما عندهم مشكلة حتى في الجلوس مع ال بكل أبدأ استعداده للجلوس مع دكتور عبد الله حمدوك، ولعله أيضا بعثة أو وفد البعثة اللي زار بورسودان ايضا استمع لهذه المجموعات، يمكن ومعروف انه هذه البعثه تتعاون وتتابع حركه الدكتور عبد الله حمدوك وتعاطيه مع المشهد. افتكر انه الرجل كل اجاب على كل القضايا المطروحه ولكن باسلوب هادي، وفيه عشم انه الاطراف في نهايه المطاف يعني تصقى الى صوت الحكمه والعقل، وطالب بعبارة تحديدا في الخطاب قال انه يجب ان لا نشخصن القضايا. يعني نفتكر انه يعني كان يعي تماما انه هو بيقول في شنو، والان كسب كثير بهذا الخطاب، ولربما ان يكون هذا وتم تداوله على مستوى الميديا وحتى المنظومات هو الرجل تعامل مع منظومات الدولية دي كثير، رحبت بخطابه وبأي ما ترحيب يعني. وافتكر انه لو حصل اي سيناريو في السودان سيتم الرجوع فيه لما يقول به الدكتور عبد الله حمدوك لدى بعض الدوائر، لن تعتمد بخلاف ما يقول به عبد الله حمدوك. نعم. طيب هل نقدر نقول انه الدولة العميقة ممكن ان تكون حجر عثرة امام تنفيذ ما صرح به عبد الله حمدوك، خصوصا انه في الفترة الأخيرة شهدنا تحرك لفلول النظام السابق، ويمكن بالامس كثير من الناس علقوا على الوجود الكثيف لمنتسبي المؤتمر الوطني المحلول والفرحة الكبيرة للفلول بحراك 16 أكتوبر، إذا كان في السوشيال ميديا أو في صفحاتهم على الفيسبوك أو في جروبات الواتساب، وشاهدناهم حتى في الخيام يعني موجودين حتى اليوم في الاعتصام أمام القصر الجمهوري. ودي نقطة برضو أستاذ زين، أفتكر إنها نقطة مهمة جداً، باعتبار انه انا لا ارى في المجموعه الحاليه مجموعه التي تطالب بالاصلاح التي خرجت امس تحت مسمى الميثاق الوطني، لا ارى فيهم يعني انهم يخدموا قضيه الفلول النظام الوايد بقصديه وعي كامله يعني، لكن انا افتكر انه تم دفع هؤلاء كلهم في المشهد وفق العجله التسارعيه اللي جاءت بشكل مفاجئ من قبل مجموعات الدوله العميقه، مش اي مجموعات، المجموعات التي تقرا. واضح انه الاسلاميين بعد سقوطهم يمكن اختاروا ان يقفوا مع الذات في تجربه وكذا، ما كان تحس انه في خطاباتهم من ايام الدكتور غندور كان موجود وخلافه، وعدد من البوستات اللي بيعملها الدكتور امين حسن عمر وخلاف عدد من الاسلاميين المفكرين الاسلاميين او السياسيين، تحس انه ما في استعجال في بدايه الامر، بالعكس كانوا الاخرين ينتظرون فشل هذه الحقبه الانتقاليه، باعتبار انه فشل يسعدهم كما قال وزير شؤون الرئاسه
خالد عمر يعني في تصريح أمس انه قال بالعكس يعني احنا لو كنا فاشلين الفلول حيكونوا سعيدين جدا، لكن قال لاننا نجحنا وبدينا ننجح او بدينا نخط اقدامنا على سكه النجاح. قال هنا طوالي ده اثار حفظتهم تماما، وبدت من هنا حركه يمكن تكون واضحه انها هي تشبه طريقه النظام البائد او الدوله العميقه في تحريك الشارع، لانه هذه الاساليب الشعب السوداني عاهدها، فهو يقدر يميز طوالي انه الاقمصاديه بتاعت منو يعني بتشبه الحاجات دي تماما. يعني كل ما انجاز التعبير بين قوسين يعني الافلام دي دخلناها في الفتره اللي فاتت، يعني المسائل الامنيه في الشارع، الفوضى التي مرات تسار، لكن انا افتكر انه الوضع الان مختلف والتحدي كبير للحكومة الحالية، والحكمة أيضا تظل مطلوبة لدى كل الأطراف. أنا أعتقد ليس من السهل الآن أن تقول لجموع الشعب السوداني أن هذه الحكومة فاشلة ويأخذوا برأيك، أو أن تقول لهم الحكومة ناجحة ويأخذوا برأيك. الشعب السوداني أعتقد أنه في درجة عالية جدا من الوعي والمتابعة. لكن تغييب المعلومة برضو أدى لهذا التماهي في بكل تأكيد. طيب ننتقل لصحيفة الانتباه. وفد يونيتاميس يختتم زيارته لولاية البحر الأحمر سريعا جدا. ختم وفد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدى المرحلة الانتقالية بسودان يونيتاميس أمس زيارته لولاية البحر الأحمر، ووقف على جميع الشؤون بالإقليم، وقابل عدد كبير جدا من القطاعات المجتمعية في شرق السودان. وفي الأخير أشارت السيدة ستيفاني إلى تركيز كل المكونات على أهمية الحوار الشامل وإشراك كل المكونات في معالجة قضايا الشرق وصنع القرار. رأيك في العمل اللي بتقوم به يونيتاميس؟ يمكن كثير برضو من الانتقادات على يونيتاميس وفي تحرك المتأخر في شتى القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، المفترض إنها تكون بالنسبة للوضع الآن مشرفة أو استشارية على الأقل لحلحلة هذه القضايا. نعم، بالنسبة للبطء في أدائنا بتصور أن المسألة دي شوية ممكن نتحفظ عليها، باعتبار أنه البعثة منذ وصولها إلى اليوم أنا أفتكر أنها طلعت بأدوار كبيرة جدا في التعرف بداية على يمكن شكل ومكونات منظومات الانتقال في السودان. مش طولت في التعرف يا أستاذ يوسف. نحن نستعجل نريد منهم، لكن هؤلاء الناس دائما وابدا تجد انه لديهم بيان، لديهم موقف عقب الحدث مباشره. انا اعتقد انه الطاقم الموجود في بعثة يونيتاميس اعتقد انه على درجه من الخبره في الشؤون الشرق الاوسط بشكل كبير، حتى شفتهم في طلاقتهم في الحديث باللغه العربيه واستيعابها، يعني اعتقد انه معاونين فولكر ايضا لا يقلون شأنا. يعني الرجل أنا أفتكر أنه هو من أهم الأدوات، أو عفوا هو من أهم النجاحات البعثة دي، من أهم النجاحات للدكتور عبد الله حمدوك نفسه، لأنه كان تعويله على بعثة سياسية تقوم مهامة تحت الفصل السادس. كان حتى لو تذكر أن أحدثت في حينه جدل ومشاكسات كبيرة، ولكن في نهاية المطاف أفلح الرجل في إنزال لأرض الواقع، ويمكن البحث دي معنية بمراقبة الانتقال ودعمه بشكل دقيق جدا. قد لا ينتبه الآن الكثيرين للدور الذي تقوم به، لكن هذه البحثة في نهاية المطاف هي بتفويض كامل من الأمين العام للأمم المتحدة، يعني وتمارس هذه الصلاحيات، والآن كل الذي تطلع عليه يتم رفعه في تقارير دقيقة جدا للأمين العام للأمم المتحدة مع التوصيات أيضا بالحلول وما إلى ذلك. أنا أفتكر أنه أيضا دي بتقطع الطريق أمام فرص المغامرين في الانقلاب على التحول الديمقراطي وما كده، يعني لسوء حظهم أنه جو في وقت كان فيه لأول مرة بعثة أممية سياسية. المرة دي افترض البعثة تكون عندها مكاتب في دارفور، في المنطقتين، في شرق السودان وما إلى ذلك، تقوم بكثير من الأدوار. أنا أفتكر أنه الآن ملف شرق السودان خير اختبار لهذه البعثة، وأفتكر أنه بسماعة وإرسالة لإشارات وتأكيدة أكدت على الحوار، يمكن كل المسؤولين بتاع يونيتاميس أكدوا على أنه ما فيش بد من الحوار، بل زاد هذا الأمر فولكر لما تكلم عن أنه بإمكاننا أنه نجعل المجتمع الدولي يدعم قضية الشرق،
وايضا نفتكر انه في دي كان فيها مغازله لاصحاب قضايا الشرق، واللي في نهايه المطاف ما بيفرطوا في فرص زي دي يعني. صحيح. لابد ان ياتوا اليها يعني. نعم. طيب ننتقل لصحيفه الوطن، اسرائيل توقيع تطبيع مع السودان قريبا. اكد مسؤولون اسرائيليون ان توقيع تطبيع مع السودان سوف يتم قريبا، وكان تقرير لصحيفه معاريف الاسرائيليه قد اورد بان اداره بايدن قامت خلال الفتره الماضيه بلقاء مسؤولين سودانيين بهدف اكمال الحيثيات الاخيره لهذا الاتفاق. استاذ يوسف، يعني صدر قبل عدة أيام بعض التصريحات وبعض التقارير في بعض الصحف الإسرائيلية من تخوف إسرائيل في أن السودان قد ينسحب من التطبيع مع إسرائيل. هل فعلا السودان يعني يخطو الآن خطوات كبيرة ناحية التطبيع، خصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية وتحركات حكومة بايدن في البيت الأبيض لحث السودان والسودانيين للتطبيع مع إسرائيل؟ نعم، ندخل الموقف الإسرائيلي القلق تجاه قضية السودان والتطبيع يمكن يرتبط ب يعني التغيير اللي شهدته واشنطن يعني على مستوى الرئاسة، ويمكن بذهاب الرئيس الأسبق السابق ترامب. الرجل اللي كان ما بيتورع في انه يلوح بكل الوسائل الممكنة بالجزرة والعصا في نفسه دائما وابدا يعني. نعم. فلأي زول بيفكر عن أنه السودان دخل هذا المنحة في التطبيع تحت العصا الأمريكية اللي ربما الآن لم تعد موجودة، لأن سياسة بايدن تختلف نوعا ما، مع أن السياسة الكلية الأمريكية هي سياسة متماهية مع الحلف الصهيوني بشكل عام. لكن أنا بفتكر أنه السودان ما بلور قضية التعامل مع إسرائيل دي بشكل مؤسسي أو كامل أو سياسي. جات في ظروف كان فيها حالة بتاعت ربكة، حتى السلطة التنفيذية الحالية هي لن تجد لها موقف قوي جدا في هذا الأمر. كل ما تقوله إنه هذه القضية، الدكتور عبد الله حمدوكا قال إنه هي من صميم أن يبت فيها المجلس التشريعي، يعني إن هي معني بها المجلس التشريعي الجاي. أوكي، مضى على التطبيع مع إنه القضية تمضي. شفنا وزير العدل يقوم من طاولة رئيس الوزراء ويجلس مع الإسرائيلي. واضح وزيرة الخارجية لديها تحفظات تجاه إسرائيل حتى في المحفل الأفريقي الأخير يعني. وزيارة العسكرية الأخيرة أيضا لتل أبيب. نعم، أبدت فيها تحفظات وتحدثت عن أنه في تجاوز وتهميش لوزارة الخارجية في هذا المنحة. رغم ده في وزراء من الحكومة موجودين ومن المكون المدني والعسكري يعني موجودين في هذا الملف يعني. شفنا وزير العدل في الامارات في ابو ظبي بكل تاكيد مقابل نائب. انا اعتقد انه واضح من هذا التداخل انه الحكومه ليست منزعجه من الحكومه التنفيذيه ولا العسكريين منزعجين من قضيه التطبيع مع اسرائيل، لكن هنالك حرج امام الشعب السوداني في انه باعتبار انه هذا من ضمن القضايا المصيريه او القضايا القوميه التي يجب ان يتم البت فيها من خلال البرلمان. نعم. والمجلس التشريعي او استفتاء وقضايا من هذا القبيل. لكن الحكومه في كل الاحوال استخدمت الحكومه التنفيذيه في انتزاع رفع العقوبات، والمكون العسكري الان ايضا يسعى للتغرب من بعض الدوائر بهذا الملف ايضا. نعم. طيب ننتقل لصحيفة النيل الدولية. خسائر اقتصادية صادمة عقب إغلاق الموانئ. ضربت خسائر صادمة الاقتصاد السوداني عقب إغلاق الموانئ، وقال رئيس لجنة وكلاء مصدري الماشية بسواكن حميد غوينم إن إغلاق شرق السودان تسبب في إعاقة حركة الصادر والأعلاف وتكدس المواشي بمحاجر الخرطوم وكسل والخوي وأم درمان وغيرها لإيقاف ترحيلة لموانئ الصادر ببور السودان، ما يكبد المصدرين يوميا خسائر فادحة فضلا عن الجزاءات والغرامات التي يتحملونها بسبب عدم الالتزام بعقودات الصادر مع الدول الخارجية. طبعا مصائب قوم عند قوم فوائد. يمكن الآن الأسواق اللحوم الحمراء في الخرطوم وفي غيرها من المدن يعني الأسعار قلت كثير جدا، من 2800 و2200 ل 1600 و1800، ولكن بنظرة عامة عمومية بالنسبة للصادر السوداني وإغلاق شرق السودان. يمكن في تصريحات الأخيرة للناظر تريك في أنه في بعض السلع الاستراتيجية الواردة قد يتم استثناء من عملية الإغلاق زي الدقيق والدواء.
وبعض السلع الأخرى. الخسائر اليومية اللي بتكبدها الاقتصاد السوداني، إلى متى ستظل الحكومة التنفيذية تنظر ولا تتحرك؟ وبعد حتى يعني نقدر نقول أنه مجلس إدارات البجة فتح ذراعيه بالتصريحات الأخيرة ناحية أي من يريد الحوار والنقاش حول قضايا الشرق. نعم، للأسف يعني أنه المتضرر هو الإنسان السوداني بكل المقاييس، وكان الموجود في السودان بأطراف السودان المختلفة، والموجود في العاصمة أو الموجود في شرق السودان حتى. نعم. لا، أنا أعتقد أنه الناظر تريك أيضا في حديثه هو أشار بشكل واضح، قال نحن مستهدفين تعطيل الموارد الحكومية، يعني أنه الحكومة اللي بتعتمد على الجمارك. وشفت أنه دي لأول مرة كما أشار وزير شؤون الرئاسة، قال أنه دخول الجمارك في أقل من في خلال شهرين أو كده حققت مرتبات كل مرتبات الدولة، وكانت بتاخد يمكن أكثر من 350 مليون نعم. دولار. فأنا أفتكر أنه لما يقوله هو بالإشارة القوية دي، واضح أنه مسألة النمو الذي يحدث الآن، مسألة الاستقرار النسبي الذي يشهده الاقتصاد وانخفاض الآن، التضخم لأول نعم، مرة من سنوات يعني. هنالك من يخطط ليضرب مكامن هذه القوة في الحركة الوجيزة اللي أحدثت يمكن تراجع في معدل التضخم غير مسبوق ونسبي هو، لكن في نهاية الأمر ما كان متوقع في ظل الحاصل. كنا متوقعين أن معدل التضخم يحافظ على الزيادة لفترات لسه يعني كثيرة. انا بفتكر انه لما قال الناظر بشكل واضح كان احنا مستهدفين موارد الحكومه، يعني احنا ما عايزين الحكومه تكون في بحبوحه او عندها طيب قروش لو سمحت لي استاذ يوسف، يعني انا يمكن تواصلت مع عدد من قيادات المجلس الاعلى لنظارات البجا، يعني بعض منهم طلب حتى ليه ما يتقدم الدكتور عبد الله حمدوك لحل هذه القضيه ويزور بورسودان، او على الاقل تكون في جلسه استثنائيه لمجلس الوزراء في بورسودان، وبالتالي يتم حل حاله كل القضايا. أستاذ ما الذي يعني يمنع نعم هذه الحركة؟ لكن مثل هذا الحديث أنا أتوقع أن يكون تم في الأيام الأخيرة أو في الأسبوع يعني الأخير، 10 أيام أو نعم. أقل. لكن قبل ذلك كل المؤشرات كانت مستفزة جدا التي كانت تطلق من قيادات التحالف البيجاوي المعارض باتجاه الحكومة المدنية تحديدا، في أكثر من أنه أنت تمجد المكون على حساب مكون هو رئيس الوزراء، لكن اللغة اختلفت أنا شايف الآن. لكن اللغة في بداية الأزمة اللي استغرقت شهر كامل يمكن تابعنا، يعني كان تحرج جدا المدنيين حتى في إرسال وفد باستثناء وزيرة الخارجية اللي مشت عن حزب الأمة مع أو بشت بصفتها وزيرة خارجية، لأن الأمر كان متعلق بنفط الجنوب وكده، يعني اللي كان فيها الفريق كباشي الزيارة دي كان الزيارة كانت لمطلب واحد، أيوة، لإخراج أو فك نفط الجنوب، يعني اعتباره هي في الخارجية دي شأن دولة أخرى، أيضا هنالك التزامات، وتم التكرم اليوم بهذا الأمر في حين. لكن كانت كل المؤشرات تشير إلى أنه المجموعة بتاعت المقاومة في شرق السودان ميالة للتعامل مع المكون العسكري، ويمكن ده بدأ في تصريحات الأولى كانت تقول كده، وتقلل من شأن الحكومة المدنية. ده أنا تخيلي هو اللي خلى الدكتور عبد الله حمدوك يعطي فرصة للآخرين بحسن نية، باعتبار أنهم طالما أنهم مقبولين عند الآخر يجب أن يسارعوا لحل هذا الأمر. ولكن في نهاية المطاف القضية وجدنا أن كل الإشارة جات من المكون العسكري أنه هذه قضية سياسية، مع العلم أنه كسل شهدت قضية سياسية وتدخل فيها المكون العسكري وتدخلت فيها الشرطة وسقط فيها من سقط يعني من المدنيين. طيب نختم بصحيفة هلالنا سريعا جدا، الهلال في مواجهة الأنهار النيجيري بدوري الأبطال، تعليق على مباراة اليوم خصوصا أنها تعتبر البداية الحقيقية والفعلية لدور 32 بالنسبة للهلال. نعم، أنظارنا تترقب، واليوم يعني نأمل أنه الحظ يكون حليف الأزرق في مباراة صعبة حقيقة بكل المقاييس، صعبة باعتبار أنه الهلال الآن ينازل الريفرنس النيجيري خارج أو في أرض الخصم، ولن تكون مباراة الإياب على أرض السودان أيضا، كأنما هي لأن الهلال اختار أن يلعب في السويس وده بيصعب عليه المهمة، ولم تكون معادلة الأرض والجمهور موجودة للهلال، فعلى الهلال اليوم أن يتعامل أنه هذه هي مباراة واحدة سيلعبها في ملعبين مختلفين، فلذلك خروج اليوم بنتيجة مهمة
من افتكر الفوز يعني، لو قلت تعادل عشان اعوض في ارض رخيص، انت ايضا تلعب في ارض خارجيه قريبه عليك ايضا في السويس. اتمنى انه الهلال اليوم يوفق، رغم انه ايضا تواترت انباء عن انه بعثه الهلال لم تحظى يمكن بالاستقبال الجيد والراغي، ودي واحده من يمكن المشاكل اللي بتواجه الانديه لما تمشي تلعب في منافسات افريقيه في دول بعينه يعني. لكن نامل انه الهلال فيه عناصر كبيره ولعيبه متمرسين، والهلال نادي عريق يمكن يتجاوز هذا الامر، ونامل انه ان تكون يعني المباراه بنهايه المباراه انه يكون الهلال وضع في رصيده 3 نقاط حتى انه نستطيع انه ندخل على المباراه الجايه في السويس بامال كبيره باذن الله. والهلال عودني يمكن في السنوات الاخيره انه بيصل لدور المجموعات دون اي هزيمه اذا كان داخل الارض او خارج الارض، وباذن الله الهلال يصل ايضا هذا الموسم لدور المجموعات دون هزيمه لا داخليه ولا خارجيه. مشاهدينا بمباراه الهلال وريفرس النيجيري بنكون وصلنا لخواتيم حلقه اليوم من برنامجكم بالبونت العريض، شاكرين جدا للاستاذ يوسف سراج الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا، وشكرا لكل السادة المشاهدين اللي تابعونا من خلال حلقة اليوم. إلى جديد الملتقى، تقبلوا خالص تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.